ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. أما تجتمع الخامات والدكتور في وقت واحد كان لازم نستضيف شركة من شركات التقويم في مصر وهي شركة كيمت، ونرحب برئيس مجلس الإدارة بتاعها الأستاذ أحمد. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أهلا وسهلا بحضرتك. والأستاذ عبد الجليل. ازيك يا أستاذ عبد الجليل؟ شرفتونا النهارده في البرنامج بتاعنا. شرف لينا. والنهارده بسأل حضراتكم ازاي احنا بنختار الخامات بتاعتنا واحنا بنشتريها من بره؟ هل احنا بنشتريها على اساس السعر الموجود في السوق، ولا على اساس الجوده، ولا حسب متطلبات السوق عندنا؟ اتفضل يا استاذ احمد، عايزين نعرف السؤال من حضرتك اللي جا من حضرتك. والله احنا بنشتري الخامات بناء على تحديد الدكتور. الدكتور دايما هو اللي بيحدد لي، بيوجهني دايما انا بشتري انهي نوع من المنتج. تمام، كل المنتج موجود في السوق كتير. تمام، انا بضطر النهارده انا لما بروح اجيب اي ماتيريال بعرضه الاول على حد زي دكتور نوران، بعرضه على كل الدكاتره. تمام، باخد احسن حاجه موجوده علشان اقدر اقدم احسن خدمه طبيه موجوده. وانت يا استاذ عبد الجليل ايه رايك في الخامات اللي انتوا بتستوردوها؟ يعني الدكتور بيطلب منك ايه في السوق؟ هل هو عايز سعر ولا عايز خام؟ الدكتور دايما بيحاول ان هو يوفق ما بين السعر والخامه، ان الخامه تكون الجوده بتاعتها عاليه جدا عشان تدي له نتيجه كويسه قوي، والموضوع ما يطولش مع البيشنت بالنسبه لمرحله العلاج نفسها، وفي نفس الوقت الاسعار تكون في المتناول للجميع عشان خاطر البيشنت نفسه. طب وبنسال الدكتوره بتاعتنا هنا، يا دكتوره يعني حضرتك طبعا في السوق في بعض خامات بتبقى مش موجوده في السوق، الشركات دي بتقدر توفرها ولا يعني بنلاقي ان في حصل عجز في وقت واحد من خامه معينه، الدكتور في الحاله ديت بيتصرف ازاي؟ والله خليني اقول ان ده كان مع ان حالات التقويم طويله. يعني ممكن شغال بسيستم معين، يعني بالزبط. اللي اقصده هنا السيستم اللي شغال بالدكتور، هل اقدر انقل من شركه لشركه بالخامه نفسها؟ والله خليني اقول ان المشكله دي كانت بتحصل زمان كتير، يعني كنا ممكن نبقى متعودين نشتغل بحاجه معينه ونلاقيها فجاه اختفت. بس مؤخرا لا، يعني في شركات كتير طبعا على راسهم شركه كامت بيسمعوا ان محتاجين ايه، عايزين ايه. واعتقد لا، بقى لنا فتره يعني الخامات كلها موفرينها بشكل حلو واللي عايزينه بنلاقيه. واهم حاجه بتكون عندي طبعا وانا بشتري الخامه الجوده، يعني انا بيهمني قوي الكواليتي بتاعه الحاجه. بس بنشوفها دكتوره احيانا ان في دكتور بيبص على السعر اكتر من الجوده. والله هو ان انت تعرف توفق ما بين الجوده العاليه والسعر المعقول دي حاجه كويسه، بس اهم حاجه انه ما يجيش على الجوده نفسها. يعني ايه الجوده؟ نمبر 1، لان احنا في الاول وفي الاخر بنتعامل مع بني ادم مش اله، فلازم الجوده عندي تكون A1. يعني اعتقد لا، مؤخرا الشركه موفره لنا اعتقد يعني خامه عاليه بسعر لا منافس جدا للحاجات الموجوده. طب ونرجع للاستاذ احمد، الخامات اللي انت بتستوردها، هل بتستورد خامات؟ بنعرف ان في خامات صيني في السوق، خامات امريكي، خامات الماني، افضل المنتجات اللي بنشوفها في السوق ايه؟ والله هو الافضل دلوقتي اللي موجود، تمام، هي المنتج الامريكي. تمام، هو كويس جدا. الوكاله اللي احنا واخدينها هي وكاله ايزن سمايل، تمام، موفره، هي وكاله USA موفره، خامه جوده عاليه جدا 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 بسعر منافس جدا. حتى كل الدكتور اللي بيشتغل معانا، تمام، بدا ان احنا نظبط المعادله الصعبه دي، ان احنا ازاي ان احنا نجيب خامه الجوده العاليه جدا باقل سعر او بالسعر المتوسط. وزعب جليل، يعني الخامه اللي حضرتك وجابوها، هل في نواقص بتكملوها من بعض الشركات، ولا الشركه اللي بتجيبوا منها ماسكه اللاين كامل، لاين التقويم كامل؟ هو التوكيل عندنا اللاين كامل بتاع التقويم كله موجود فيه، من كل الماتيريال اللازم للتقويم موجود عندنا في الوكاله. ونرجع للدكتوره، حضرتك يا دكتوره يعني مثلا في حالات امتى نستخدم؟ حضرتك قبل الفاصل عرفتنا، بتقول لي قلت لنا ان في براكت تقريبا، او اللي بتحط المعدن او البورسلين، او اللي هو البراكت البورسلين. ايه الفرق ما بين الاثنين،
وفي اي الحالات بنستخدم الـ الـ ده او ده، سواء البورسن او الميتا. هو اغلب الحالات نقدر نستخدم لها ده او ده. ولكن البراكتس المعدن ميزتها انه انا ببقى بحرك الـ 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 الحركه نفسها بتتاخد من الواير او من السلك، فان انا ابقى حاطه براكتس او تقويم معدن مع السلك المعدن ده بيديني حركه مور افيشنت او اكثر كفاءه واسرع كمان من ان انا احط البورسلين. البورسلين مشكلته ان هو كماده مصمطه شويه فما بتدينيش الحركه اللي انا عايزاها مع الواير، فده بيخلي الوقت يطول جدا. يعني مع ان الشكل هنا بتدي حقيقي بتديني شكل جمالي حقيقي يعني، هي شكلها يعني حلو وده من مميزاتها. البورسلين بتديني شكل جمالي يعني. هو البراكتس البورسلين طبعا حلت لنا مشكله انه في مثلا مذيعين في التلفزيون ما يقدروش يركبوا براكتس معدن، في استاذ جامعه ما يقدرش يركب براكتس معدن، فالبورسلين حل لنا المشكله دي. ولكن بنبقى معرفينه من الاول ان هو الوقت بيطول جدا عن البراكتس المعدن، ولكن في اغلب الحالات ده وده ينفع. في كلتا الحالتين ينفع يعني، سواء البراكتس المعدن او البورسل. مظبوط. طب وهل يا استاذ احمد في سلوك بتركب معينه البراكتس المعدن وسلوك معينه بتركب للبراكتس اللي هي الشفافه؟ هو ده السلك بتاعه. البراكت او اللي بنسميه الدكتور بيسميه الوايرز. الوايرز الوايرز نايتاي والستيل او الواير النايتاي ده الدكتور بيستخدمه في البراكت الميتال. تمام. في البراكت الكبر الكوتيت او الواير الشفاف ده الدكتور بيستخدمه مع البراكت السيراميك او الكريستال. طب يا زعبتو يعني ممكن الدكتور يستخدم البراكت الواير الشفاف مع البراكت المعدن؟ المشكله بيبقى فيها صعوبه شويه لان التركيبه نفسها بتاع الواير الشفاف مع بالتفاعل مع البريسز نفسها بالنسبه للحاله. طب الدكتور اللي هتفتي الدكتور يحدد مش هنقدر لا يفتى ومالك في المدينه. هو ممكن غالبا اللي بيحصل العكس، ان احنا بنستخدم الوايرز المعدن في البراكتس البورسلين علشان تدينا كفاءه اعلى، لانه الوايرز الكوتد شويه بتكون بطيئه في الحركه لان هي عليها كفر، يعني هي معدن من جوه وعليها كفر من بره. فاحنا تغلبا على المشكله دي بنحط الوايرز المعدن على البراكتس بورسلين احيانا، لكن لما بيكون العيان مهتم قوي بالشكل بالذات البنات بيبقوا يعني عندي كام عيانه مذيعه فصعب قوي تطلع باي حاجه معدن، فلا بنضطر ساعتها نلجا للكوتد وبنعرفهم ان هو بس هياخد وقت. معانا مداخله برضو، حد عايز يسال سؤال مع انه الاسئله كانت في الفقره الاولى. اتفضل معانا. الو. اتفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم. لو سمحتي معاك الدكتور مروان. اتفضل. وليا سؤال. اتفضل اتفضل يا فندم. امتى بنستخدم من الابلاينسز المعدن اللي هي الريموفابل وامتى بنستخدم الفيكس؟ في اسئله ثانيه؟ وهل اللي هو الالاينر اللي هو التقويم الشفاف ده ينفع لكل الحالات؟ تمام. في اسئله ثانيه؟ ايه يا فندم. اتفضل هجاوب على حضرتك. احنا بالنسبه للجزء الريموفابل والفيكسد ده اتكلمنا عنه في الجزء الاولاني، هقوله سريعا تاني انه في بعض الاجهزه الريموفابل او المتحركه بنستخدمها في بعض الحالات وبتكون فيز، يعني بتكون مرحله وبكمل بعدها بالفيكسد. خلاص. بالنسبه للالاينر هو لطيف جدا للحالات الفيري سامبل او الحالات البسيطه جدا اللي بتكون سنه واحده داخله سنه واحده خارجه، مشكله بسيطه، العضه ديب شويه او مقفوله شويه عايزه افتح حاجه بسيطه، لكن هو مش مناسب قوي للحالات اللي هي الكومبليكيتد اللي فيها شغل كتير. يعني لسه هم يعني لسه شغالين عليه ان هو يبقى فيه تكنولوجي اعلى تعمل ده، بس لحد دلوقتي هو مش افيشنت قوي مع الحالات الصعبه، يعني هو يدوب على الحالات السامبل او اللي هو البسيطه الالاينر. طب احنا بنشوف احيانا دكتوره في 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 اطفال او في وفي ناس كبار بتزيق بالليل كده وطول ما قاعد بيتك على دروسه ويطلع صوت اصوات معينه وهو نايم بالليل، في الحالات دي بنستخدم لهم ايه؟ هو البروكسيزم ده طبعا من الحاجات المنتشره جدا في مصر تحديدا، احنا عندنا اطفال وكبار وكله بيجز على اسنانه وهو نايم. وفي منهم اللي بيعمل كلينشنج كمان، هو اسنانه بيطحنها وهو نايم.
ده بيكون علاجه على مراحل، مرحله منهم ان احنا بنعمل ستريس ريليف، او ان احنا بنقلل التوتر لو هو بيعمل ده نتيجه ان هو بينام وهو متوتر او كده. المرحله اللي بعدها ممكن نكتب مصر الاكسنت او باسط عضلات، ان احنا نقلل برضو شويه الضغط على الاسنان. المرحله اللي بعد كده بنعمل حاجه اسمها نايت جارد، او جهاز كده زي عضاضه بتتلبس عشان يقلل شويه البروكسيزم. حضرتك استاذ احمد، انت بتجيب النايت جارد اللي بتقول عليها الدكتوره اللي هو بيلبسه المريض بالليل، حضرتك بتستورده برضو ولا بتجيبه؟ احنا بنستورد نايت جارد اللي هو الريتينر بتاع اخر حاله التقويم. الدكتور بيدي للعيان بعد ما بيخلص البريسز وبعد ما يخلص التقويم خالص للتثبيت بس. تمام. لكن الريتينر بتاع العضه لا، انا ما بجيبوش. لا، اللي هو الريتينر والجارد والحاجات دي بتتعمل في المعمل. في المعمل. يعني في المعمل. يعني بيتاخد المقاس بتاع بق العيان وبنعمله في المعمل. ده بالنسبه لل للنايت جارد او الريتينر. للنايت جارد. للنايت جارد اللي بيستخدمه الطبيب. استاذ عبد الجليل، يعني بما انك مسؤول الشركه مثلا في المبيعات، يعني هل احنا شايفين في وقت الكورونا في الدنيا اللي احنا شايفين فيها مستوى المبيعات ومستوى السوق عندنا، طبعا هل مستوى السوق ماشي بالمعدل الطبيعي بتاعه ولا في تغير؟ هو الموضوع اختلف، يعتبر كده شبه كلي وجزئي، في فتره ما قبل كورونا وفتره كورونا وفتره التوقيت الحالي اللي احنا فيه. اللي هنقول ان بدا موضوع الكورونا يهدى شويه، بمعنى اصح بدا يبقى في وعي للشعب مع التعامل معاه، فبدات الدكاتره تبدا ترجع للشغل الطبيعي، بس مش نسبه مش طبيعي زي قبل كورونا، بس معدل كويس. دكتوره، وبرضه بنتكلم واحنا بنتكلم عن موضوع كورونا، عدد الحالات في ايام كورونا مثلا كان بيجي الحالات بتيجي عندنا كتير ولا باستفاضه؟ وهل اللي عنده حالات تقويم بيجي يكملها ولا ما بيطلعش من بيته ويقول خلاص لا انا مش رايح للدكتور؟ هو كان وفي الحاله ديت لو المريض اتاخر ايه اللي هيحصل؟ هو كان في وقت من الاوقات طبعا الناس كلها كانت خايفه تنزل، واحنا نفسنا كنا بننصح العيانين انه ما تجوش غير لو في حاجه طارئه، يعني لو في مشكله شايفينها، في حاجه بتوجعكم قوي عايزين تعملوها. لكن وقت ما اوقات وقفنا، لكن في المجمل لا، الناس يعني مكمله التقويم بتاعها عادي. ايه اللي هيحصل لو ما جوش في المواعيد بتاعتهم؟ الجهاز بيفضل باسف في بقهم او ما بيشتغلش، يعني قاعد بس ما بيعملش حاجه، وده يعني كانه محطوط زي قلته. فيعني بس الدنيا رجعت تاني شويه زي الاول، الحمد لله الدنيا رجعت طبيعي. يا الحمد لله. وكلمه اخيره كده يا عبد الجليل كده عن تمنياتك ايه في السنين الجايه في بالنسبه للسوق؟ في كلمة واحدة. ان شاء الله المستقبل افضل بالنسبة للماتيريال كله عموما، التوافق في كل حاجة، وعشان الابتسامة نفسها بتاعت الناس تبقى كويسة. والاستاذ احمد، عايزين منك برضو حاجة مبسطة كده. اتفضل. والله الواحد بيتمنى بس ان الدنيا ترجع تشتغل زي ما كانت، ان احنا نبدأ الناس بس تلتزم بالتعليمات اللي موجوده بالنسبه للكورونا، علشان الدنيا تبدا تشتغل مع الناس كلها، علشان نبدا كلنا يكون عندنا الوعي بتاع لا انا لازم التزم بالكحول، لازم التزم بالماسك في الشارع، لازم ابقى ملتزم، علشان ما نضرش الدنيا اكتر ما هي مضروره يعني دلوقتي. بس طيب، وناخد من حضرتك كلمه اخيره وتنصح المرضى حضرتك بتوعك ايه اللي هم بيزوروك في العياده؟ يعني ربنا يعدي طبعا موضوع الكورونا ده على خير، و كلنا بناخد احتياطاتنا، والعيانين نتمنى طبعا كلهم ياخدوا احتياطاتهم، وربنا يعدينا منها كلها على خير، ونشوف ابتسامتكم كلكم اجمل حاجه. الله يخليك يا دكتوره، واحنا شرفنا بيكي. والنهارده في نهايه حلقتنا بنشكر ضيوفنا شركه كيمت والدكتوره نوران عبد المتجلي للاستفاضه اللي ادتها لنا النهارده، وشركه كيمت اللي قدمت لنا النهارده المنتجات بتاعتها اللي هي موجوده في السوق المصري. وبنشوفكم على خير ان شاء الله في برنامجنا مساءك عندنا، البرنامج اللي عايزينه يقدم سلسله حلقات متميزه في التقويم مع دكتوره نورهان عبد المتجلي، هتدينا برضه اكتر واكتر في التقويم، هتشرح لنا الدنيا كده. ونشوفكم على خير ان شاء الله، واستنونا الحلقه الجايه يوم الخميس، يوم الجمعه الساعه 9 ان شاء الله.
والسلام عليكم.